الرادار. فرادار اليوم حديثنا يهم برشا توينسا، التوينسا كل يتسألوا على ارتفاع درجات الحرارة، ارتفاع الكبير برشا لدرجات الحرارة في برشا بلايص تجاوزت أرقام قياسية. هل باش تتواصل الارتفاع هذايا؟ حتى الوقتاش باش يتواصل؟ شنو ربما التوصيات تاع المعهد الوطني للرصد الجوي؟ جينا من عند سي فرحات عون الله مدير الإنتاج بالمعهد الوطني للرصد الجوي، أهلا وسهلا ومرحبا بك سي فرحات. مرحبا، أهلا وسهلا، مشكور جدا على تدخل معنا. اذا اليوم خلينا نبدأ باليوم، الساعه درجات الحراره هل تعتبر معناتها زايده على درجات العاديه نتاع شهر جويليا والا لا؟ وهل باش تتواصل معنا موجه الحر هذه الصعيبه شوي؟ بالنسبه نبداو بهذا اليوم الحراره تكون اكثر معدلات في حدود 4 الى 5 درجات بالنسبه لتونس العاصمه. الناس برا حسوا بشوية بالحرارة نظرا للرطوبة، كانت مرتفعة نظرا لشوية ثم تيار من القطاع الشمالي الشرقي الشرقي يحمل شوية رطوبة، هذاك علاش المواطنين حسوا بالحرارة. لكن غدوة باش ترتفع وتولي تزيد على الأقل 4 درجات بالنسبة لتونس العاصمة. كذلك اخر نهايه الاسبوع باش ترتفع على جميع المناطق، خاصه مناطق الشمال الغربي ومناطق الشماليه البلاد الروسيه داخل البلاد باش تواصل لمده اكثر من 10 ايام القادمين. معناها اكثر من 10 ايام القادمين باش تواصل درجه الحراره مرتفعه، تنقص شويه تزيد شويه، ولكن تقعد مستحبه شويه على قرب السواحل الشرقيه شويه، فهمتي؟ تقريبا البحر معناتها في حدود تعرف تأثير البحر أكثر من 20 كيلومتر يكون قليل، فهمتي؟ في البوند كوتير كل معناتها الشريط الساحلي كلها تكون مستحبة من الشمال إلى الجنوب. فما مناطق كلها حرارة مرتفعة. وتكون الارتفاع كل في بالنسبة للمعدلات أكثر من 6 حتى 12 درجة. فما مناطق عرفنا انه الحراره موجوده معناتها عموما، لكن فما مناطق ارقامها قياسيه مقارنه بجويليا الفارط. شو توا بالنسبه للحراره توا كي نشوفوا مناطق الجنوب الغربي هي اللي تركزت عليها اكثر ومناطق الشمال الغربي. ماهيش بعيده ياسر عن المعدلات. مثلا توزر المعدلات في حدود 40 درجه. الوقت هذا في جويليا توصل 46 47، معناتها ثم ارتفاع ولكن مش كبير ياسر. الاشكاليه اللي صارت توا هو تواصل الموجه نتاع الحراره هذه. المده طولت ياسر، هذاك علاش قلنا معناتها الاحساس بالحراره قوي. مع حاجه اخرى عندنا احنا بالتنسيق مع بين المعهد الوطني للرصد الجوي ومصالح وزاره الصحه، عرفنا في خريطة اليقظة بالنسبة للمعهد الوطني للرصد الجوي، وحطينا سنية الأضرار المحتملة في الحرارة. والإجراءات الكونسيل دو كومبورتمون، معناتها الإجراءات المتخذة بالنسبة للمواطنين لازم يحافظوا عليها. نلقاها على www.meteo.cn ونشوفوا خريطة اليقظة ونشوفوا معناتها لي كونسي دو كومبورتمون والبقايع اللي تهم الحراره اكثر من غيرها. اذا اليوم تقول ان الحراره متواصله، ربما برشا الناس اقل شويه اليوم. بالنسبه لبدايه ربما توقعات اوليه ببدايه شهر اوت، فما ربما هكا تراجع للحراره ولا نحكيو على ربما من هنا لاخر جويليا؟ هو تو بالنسبه لضم 10 ايام 15 يوم باش تواصل، فهمتي؟ خاطر تو شوفي توقعات بعيده ياسر صعيبه بالنسبه لمناطقنا البحر المتوسط، ولكن في الحراره في الصيف ما نجموش نعملوا توقعات بعيده المدى. نشوف نجم نقولوا شويه لاتوندونس اكثر شويه من المعادلات، ولكن صعب نتوقع خاصه في المناخ نتاع البحر المتوسط وكلها النماذج العاديه اللي تعطينا توقعات موسميه ديما هامش خطا كبير ياسر. واضح سي فرحات، هذه توقعات الجويه بالنسبه حاجه اخرى نقول لكم توا خاطر درجه الحراره نتاع البحر منخفضه بالنسبه للحراره هذه
لذلك علاش يجيو معناتها بالذهاب الى الشواطئ، لكن الحذر مطلوب نشوف القائله يخلوا الصباح بكري ولا عصير، خاطر الاشعاعات قويه ياسر في حوالي في منتصف النهار من الساعه 11 حتى الساعه الرابعه ولا الخامسه مثلا. اذا هذه التوقعات الجويه بالنسبه لليوم، بالنسبه لعشر ايام القدام ارتفاع في درجه الحراره ملحوظ. مشكور جدا سي فرحات عون الله مدير الانتاج بالمعهد الوطني للرصد الجوي، ردوا بالكم على رواحكم، فما توقيت نتاع السباحه منصوح بيه ديما بعد الاربعه ولا قبل 11 نتاع الصباح، هكاك تحافظوا على صحتكم، صحه صغاركم، صحه زاد المتقدمين في السن، وتعديوا عطله وصيفه طيبه على جميع المستويات. احنا نرافقوكم هكاك ونونسوكم في ثنيه باش تعرفوا برشا حاجات من بينها هي الصحيح اللي بيجيكم من بعد شويه احسان، وتقدم لكم نصيحه جديده يمكن في بالكم اللي هي عاده صحيحه، لكن اللي ردوا بالكم تابعونا تعرفوا شنو الصحيح من شنو الغلط في من بعد شويه في هي الصحيح.